لكن في ايضا اخبار اخرى وخبر ايضا مهم. ان شاء الله غدا هيكون في مؤتمر صحفي الخاص بالجهاز الفني الجديد للنادي الاهلي بقياده مستر باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي، ومنضم حديثا او على ضوء طبعا راس الجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي، واكيد مدرب مميز وهيكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي خلال المرحله المقبله، خصوصا ان هو عنده سي في محترم جدا بالتحديد في القاره الافريقيه، وده اللي ركز عليه طبعا النادي الاهلي بجانب كابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكره بالنادي الاهلي، واللي ايضا عنده خبرات كبيره جدا جدا داخل مصر والقاره الافريقيه، خصوصا انه حقق ايضا بطولات قاريه مع النادي الاهلي. المؤتمر الصحفي بكره ان شاء الله هيكون في تمام الساعه 1 ظهرا في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وان شاء الله ايضا النادي الاهلي هتنقل المؤتمر بشكل مباشر، وهيكون اول تعارف ما بين الجهاز الفني الجديد مع وسائل الاعلام. الجهاز الفني طبعا هيتكلم على الاستراتيجيه الخاصه بالفريق خلال المرحله القادمه، وبالتحديد كل ما يخص الفريق واستعداداته والشكل اللي هيكون عليه الفريق خلال الفتره الجايه، وايضا الاستراتيجيه اللي تخص التعامل مع الجانب الاعلامي، وده اكيد بيبقى مهم، ويمكن زي ما احنا عارفين دايما النادي الاهلي بيبقى مكان مهم جدا بالنسبه للاعلام، لازم كل الناس بتتابع اخباره، جمهور النادي الاهلي اكيد وكل المتابعين ومحبي كره القدم في مصر بشكل عام. فبالتالي ان شاء الله هيكون مؤتمر صحفي مهم جدا بكره بالنسبه للجهاز الفني الجديد. خليني اعيد عليكم الجهاز الفني الخاص بالنادي الاهلي، طبعا مستر باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي، كابتن محمد يوسف مدرب عام وقائم باعمال مدير الكره، كابتن سامي قمصان مدرب، كابتن مصطفى كمال مدرب حراس مرمى، مستر مايكل ليندمان مدرب احمال، وده كان طبعا متواجد في فتره من الفترات مع النادي الاهلي وكان ليه دور كبير جدا ومميز جدا، وايضا هيكون معاه المساعد حسين عبد الدايم كمدرب للاحمال ايضا، ووسام صفوت محلل الاداء والفيديو، والكابتن سمير عدلي مدير اداري، ودكتور خالد محمود رئيس الجهاز الطبي، وايضا احمد حسن كمترجم لمستر باتريس كارتيرون. ده خبر مهم جدا وخبر خاص بالمؤتمر الصحفي. بمناسبه المؤتمر الصحفي، يمكن الكثير بيتساءل عن الصفقات الجديده اللي ممكن النادي الاهلي يبرمها، يمكن احنا اكدنا قبل كده ان مش هيكون في صفقات عديده للنادي الاهلي الموسم ده، باقصى تقدير هيكونوا صفقتين. النادي الاهلي جاري في هذه الفتره المفاوضات مع اثنين من اللعيبه، والاثنين اجانب، ما فيش حد من الدوري المصري خالص، الاثنين اجانب، في واحد خلاص بنسبه كبيره ممكن النادي الاهلي يعلن غدا خلال المؤتمر الصحفي عن صفقه جديده تنضم لصفوف النادي الاهلي، لاعب افريقي ممكن بنسبه كبيره جدا، بنسبه 90% او يفوق ال 90% كمان، النادي الاهلي هيعلن عن صفقه جديده تنضم لصفوف النادي الاهلي خلال الفتره المقبله، لاعب افريقي مميز جدا، وباختيار مستر باتريس كارتيرون، وهو اللي صمم على التعاقد مع هذا اللاعب، وشايف ان هو هيكون اضافه للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. فزي ما قلت لكم هعيد عليكم تاني، بنسبه كبيره ممكن النادي الاهلي خلال مؤتمر صحفي غدا او بعد غد على اقصى تقدير ان هو يعلن التعاقد مع احد اللاعبين اللي هينضموا صفوف النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. لو الامور مشيت زي لغايه اللحظه دي، الامور ماشيه كويس جدا في المفاوضات مع اللاعب، والامور خلاص على وشك الحسم النهائي وعلى وشك توقيع العقود، فبالتالي في حاله اتمام الصفقه بشكل نهائي، طبعا زي ما احنا معتادين من النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيعلنش عن اي حاجه رسميه، او احنا كمان ما بنعلنش عن اي حاجه رسميه تخص الفريق الاول غير لما تكون انتهت بشكل تام. فان خلاص النادي الاهلي في بيضع الرتوش الاخيره الخاصه بالتعاقد الجديد مع احد اللاعبين اللي هينضموا، وهيكونوا مميزين وهيكونوا اكيد اضافه قويه جدا بالنسبه للنادي الاهلي خلال الفتره المقبله. اكيد نتمنى كل التوفيق في ابرام هذا التعاقد وهذه الصفقه عشان تكون اضافه للنادي الاهلي. فزي ما قلت لكم ان شاء الله بكره او بعده بالكثير النادي الاهلي هيعلن عن هذه الصفقه، وانا مش مستبعد ان الاعلان ممكن يكون خلال المؤتمر الصحفي الخاص للجهاز الفني غدا ان شاء الله بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. بشكل عام